الناحية التانية الكلام بيتقال كتير إنه مجلس إدارة الزمالك الجديد هيحاول يعمل صفقة جماهيرية كبيرة، والصفقة الجماهيرية الكبيرة دي ممكن تبقى من النادي الأهلي، هل الكلام ده مظبوط؟ بص يا كريم، في يناير انا كنت قايل لك قبل بدايه الموسم ان مش هيبقى الزمالك مش هيجيب صفقات دلوقتي، ولو هيجيب هيجيب في يناير. الزمالك خلاص هيجيب في يناير. الزمالك بيتحرك في بعض الاسماء سواء الاجنبيه، وبالتالي هتلاقي سامسون اكينيولا بعد انتخاب مجلس جديد مثلا بيتفاوضوا معاه عشان يفسخوا العقد بشكل ودي وينهوا الموضوع ومش عارف ايه، وبعض اللعيبه اللي هم بيتحركوا فيهم اجانب ومصريين. زي مين؟ لسه ما فيش قائمه اسماء نهائيه، في بعض الترشيحات بس انا عايز اخرج واحد من الترشيحات اللي هو وليد الكارتي، لان كان عليه ضجه كبيره، فبالتالي وكيل اعماله كريم بلك كان بيتواصل معايا قبل الهوا مباشره وقال لي ان هو جدد تعاقده بشكل رسمي مع بيراميدز، وان الموسم الحالي هو ليس الموسم الاخير لوليد الكارتي، وان وليد الكارتي مستمر مع بيراميدز وما فيش فرصه دلوقتي للتفاوض مع اي نادي اخر، لان كل تركيز الكارتي مع ناديه، فبالتالي هو مش متاح في الوقت الحالي للتفاوض عليه مع الزمالك. ولكن مين الاسماء اللي اتقال ممكن الزمالك ياخدها من الاهلي؟ مين يعني؟ مين برضه لما قالت الجمله ديت قعدت اسال مين اللي ممكن الزمالك ياخده من الاهلي وازاي ممكن ياخده من بره الاهلي اللي كانوا بيلعبوا في الاهلي، يعني ناصر ماهر ترشح قبل كده، يعني في بعض اللعيبه اللي كانت بتلعب في الاهلي، لكن من جوه الاهلي في الميركاتو اللي جاي الزمالك مش هيفكر فيه، بالعكس الزمالك هيروح لانه هيبقى دافع رقم كبير جدا في موضوع قضية لشبونة، فمش هيروح لصفقة مالية ضخمة. يعني مش هيروح مثلا زي عبد الله السعيد كده كريم يدفع 40 مليون تعال امضي انت عقدك يخلص. الزمالك هيروح لبرضه للحاجات المقبولة بس يتم اختيارها بعناية. طيب. ففي يناير ما فيش صفقة من الأهلي. طيب.